إنتاج أول لقاح جزائري ضد كورونا فيروس، وهذا يعتبر في حد ذاته إنجازا عظيما بالنظر إلى التقنيات والتحكم في هذه التقنيات والتكنولوجيات التي يتطلبها مثل هذا الإنجاز. فيظن البعض بأن هذا الإنتاج يعتبر عن توظيف لمادة أولية، ولكن نقول لهم بأن هذا التوظيف يتطلب تحكم تقني وتكنولوجي جد عالي، حققه إطارات جزائريون وجزائريات، ونحن نفتخر بهذا ونهنئهم، على رأسهم طبعا تحت إشراف السيد وزير صناعة الصيدلية وتحت قيادة السيدة المديرة العامة لمجمع صيدال، وبمشاركة كل إطارات الشباب الذين شاهدتموهم معنا، هم الذين حققوا هذا الإنجاز العظيم. هذه أول بذرة للجزائر الجديدة، وسوف نمضي في هكذا إنجازات مع مجمع مثل مجمع صيدال الذي دخل في مجال التحكم التكنولوجي والبيوتكنولوجي المعقد، وهذا طبعا تطلب تضحيات كبرى من طرف كل إطارات ومن كل طرف كل الكوادر البشرية، الكوادر الجزائرية الوطنية التي يحوي هذا المجمع، وكذا الإمكانيات التي وضعتها الدولة الجزائرية من أجل الوصول إلى هكذا إنجاز. فمبارك للجزائر هذا الإنجاز الجديد، وإن شاء الله ننطلق إلى إنجازات أخرى.